سيخلد التاريخ أن يوم 16 إبريل لعام 2023 ميلادي يوم أسود في تاريخ اليمن وأخلاق أبنائها. امرأة سميرة مارش اعتقلت من وسط بيتها في الجوف وقضت 6 سنوات في الأسر ولا يفرج عنها إلا في تبادل الأسرى. 30 شخصا من الأشراف بينهم أطفال اعتقلوا من وسط بيوتهم في قرية المنين مأرب ليقضوا 4 سنوات في الاعتقال دون محاكمة ولا يفرج عنهم إلا في تبادل الأسرى. 4 صحفيين اعتقلوا وحكم عليهم بالإعدام ولا يفرج عنهم إلا في تبادل الأسرى. العديد من المسافرين وعابري السبيل يتم القبض عليهم بالبطاقة ولا يفرج عنهم إلا في تبادل الأسرى. هل ماتت القبيلة والحمية والأخلاق في أنفس اليمنيين حتى نصل إلى هذا المنحدر الأخلاقي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.